ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي بإلزام الناس به والجهاد عليه. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والغالب أن الأنبياء يبعثون بشرائع من قبلهم، مثل أنبياء بني إسرائيل بعثوا بشريعة موسى عليه السلام، توراة. فالنبي يبعث بشريعة من قبله وليس له شريعة خاصة، خلاف الرسول إنه يكون له شريعة خاصة. نعم.